خلاص سيدي انت بتقول قبل احسن من عام صدقنا معالي وزير الماليه السابق الدكتور يحيى الحلمي، وقلت وقتها ان المراقبه الاوضاع الماليه والتحديات الاقتصاديه يجب تماما في مصر تحتاج الى حاول او ساحل للوصول للشعار الذي يرفعه الاقتصاد الماليه، وهو تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعداله الاجتماعيه. واليوم اجد نفسي اكرر نفس المقوله واؤكد اننا نحتاج لمعجزه وحلول غير تقليديه لمواجهه هذه الازمات التي ما زالت تغرق صوابنا وتخلق من فرص النمو. فلا يخفى على احد ان الاقتصاد المصري ما زال يمر بظروف صعبه وبارده صنحتها الازمات المتلاحقه محليا وخارجيا، ولكن ارى قدرتها على مؤشرات اداء الاقتصاد فبالرغم من حاله التفاؤل والتحسن في بعض الملفات الى ان الجانب الاساسي للاقتصاد مثل الصناعه والسياحه والزراعه والتطوير ما زال يواجه تحديات ضخمه ما يشكل ضغوطا كبيره على اداره السياسه الماليه، خاصه في ظل تراجع الايرادات وموارد النقد الاجنبي وزياده ديون الانفاق بشكل كبير. حيث تقول صدق اديبان كبير عزيز منصور كما قال: لا توجد وصفه سحريه للنجاح، وان النجاح هو الوصفه السحريه لنجاح المنطقه. هذه المقوله تنطبق على دول عديده اهمها ماليزيا وسنغافوره والبرازيل، والتي تمكنت من تجاوز المنطقه الاقتصاديه بفضل نجاحها في اداره السياسه الماليه. فماليزيا عندما بدات مع المحصلين كان لديها رؤيه للتحقيق حتى عام 2020 تستهدف فيه رفع معدل النمو 7% ومضاعفة الدخل القومي كل 10 سنوات، وقد حققت مع بلد من خلال حزمة من السياسات والإجراءات أهمها الاعتماد على القطاع الخاص ليصبح النمو الأساسي. مؤخرا تساعدت منها الدخول في مصاف 30 دولة في العالم كي يمكن ذلك تقيم الاقتصاد والاقتراض تحت مصافة الإلزامية للمحافظة المصرية. حيث تقول في محاولة من التعرف على السياسة المالية وخطط مواجهة المشكلتين العامة مع سجن الغنى، وسعي من طمأنة أوساط المستثمرين ورجال الأعمال والرد على استفساراتهم، يسعدنا نستضيف اليوم معالي وزير المالية الدكتور عبد الباشا، ونشكره على تلبية دعوتنا ليحدثنا عن استراتيجية وزارة المالية وزارة المالية في العمل مع كل هذه التحديات والملفات الصعبة. وكان اليوم هو ثاني وزير لدول الحقيقة المالية من 25 يناير 2015، وهو امتلك سنين حياته بالخبرات والمناصب في مجال المال والأعمال، فقد قرر في الإدارة كما تتعلق قسم محافظة على محافظة اليمين، وشارك مصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو الممتلك لبنك الاستثمار، وأشرف على إعادة هيكلة البنك وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية. كما شارك سيادته منصب العضو المنفرد للتمويل بشكل قرع قبل 2013 والعديد من المناصب الكبيره في عدد من البنوك والشركات الكبرى. كما زلنا نرحب بالسيد محمد الدولي رئيس بنك مصر وهو مجلس الاعمال المصري يشاركنا ادوار في البنوك لدينا واحد الشخصيات المصرفيه البارزه وبنت على خبره عريقه في مجال العمل المصرفي تمتد لاكثر من 30 عاما بسبب من خلال هي أن الاقتصاد هو متحضر اليوم لمقابلة الكلام، وبالتأكيد لو كان ذلك من أهل الحكومات السابقة ما كان هذا هو حال اقتصادنا اليوم. لذلك أتمنى أن تكون احتياجات الأجيال القادمة هي خطر عام دولتنا اليوم، وأن تكون هي حلول لتنبيه الموارد القادرة على تنبيه. ياسر عبد الطاهر، وقبل أن أعطي الكلمة لمعالي الوزير لعرض بعض نقاط الحوار التي أعددتها لك